الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم وضع جهاز التسجيل للأذان في المسجد ويكون الأذان بصوتي، أي بصوت المؤذن، إذا كان غير موجود، هل يجوز؟ الحمد لله، هذا أمر لا يجوز، ولا يعتبر هذا الأذان من تلك الآلة من الأذان الشرعي المأمور به شرعا، فإن الأذان عبادة لا تصح إلا بالنية، ولا يجوز أن يتولاها إلا المسلم الذي تصح نيته، والآلة لا توصف بإسلام ولا بكفر، ولا يمكن صدور النية المصححة للعبادة من هذه الآلة، فإذا لا يجوز لك يا أخي أن تفعل ذلك، وعليك أن تحافظ على الأذان في مسجدك تعبدا لله عز وجل، وإذا رأيت أنك مشغول في وقت من الأوقات فحاول أن توكل بعض إخوانك المسلمين ممن تبرأ بهم الذمة، وأما أن تؤذن عنك هذه الآلة فإن هذا لا يعتبر أذانا شرعيا لعدم صدوره ممن يوصف بالإسلام، ولعدم وجود النية التي هي شرط صحة العبادة، فالأذان عبادة، والله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، والإخلاص لا يمكن صدوره من هذه الآلة، فالواجب علينا أن نعظم هذه الشعيرة وأن نتقي الله فيها وأن نؤديها على الوجه المأمور به شرعا، وأن نبعد عن مثل هذه الأفعال التي تنزل من قدر هذه الشعيرة العظيمة التي حسدتنا عليها الأمم، والله أعلم.